وزينت شوارع العاصمة التونسية بأعلام مختلف الأقطار العربية استعداداً لانطلاق أعمال القمة العربية الاعتيادية في دورتها 30، في وقت تواجه فيه عديد من الدول العربية تحديات تهدد أمنها الداخلي وتمس قضايا الأمة المركزية. على جانب الاستعدادات من جهة الدولة المضيفة، كرست الحكومة التونسية كل إمكاناتها من أجل توفير أسباب النجاح للقمة التي يتوقع أن يشارك في أعمالها غالبية القادة العرب. وانتشرت عناصر التأمين في محيط مقر انعقاد الاجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين والوزراء، فضلا عن مقر انعقاد قمة القادة والرؤساء. وزارة الشؤون الخارجية كان عندها كذلك الإعداد للاجتماعات التحضيرية في قاعة مركز الأمن العام لمجلس وزراء الداخلية. في الجانب المضمون يعني تولته وزارة الشؤون الخارجية المضامين القمة والتنسيق مع الأمن العام في هذا الخصوص. وعلى مستوى الأمانة العامة للجامعة العربية، فقد تواصلت الجهود لوضع أجندة الاجتماعات وجدول الأعمال الذي يتضمن نحو 20 بنداً تتناول مختلف القضايا العربية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والملفات الليبية والسورية واليمنية، إضافة لقضايا مكافحة الإرهاب والتدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية. هذا إلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير منظومة العمل العربي المشترك. تأكيد على الموقف العربي من قضية القدس وضرورة تعبئة تأييد أكبر حشد دولي وتأييد للموقف العربي والفلسطيني. موضوع الجولان بالتأكيد سيطرح نفسه في خلال هذه الاجتماعات. القضية السورية أو الأزمة السورية بصفة عامة هي بند دائم على اجتماعات القمة العربية وعلى اجتماعات المجلس الوزاري. هذا ومن المقرر أن يعقد على هامش أعمال القمة 30 اجتماعات للجنة الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة الليبية ولجان متابعة تنفيذ مقررات القمة السابقة والتصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، إضافة لاجتماعات تشاورية بين القادة العرب ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف. سمير عمر، سكاي نيوز عربية، تونس.